الإعلان الدستوري في الأوقات اللي زي دي معناه إنه دستور، والدستور في التنظيم القانوني للدولة هو أعلى قانون في الدولة، ويجب إن كل القوانين بتبقى متوافقة مع نصوص هذا الدستور. الإعلان ضم مجموعة حاجات فيها مطالب ثورية زي موضوع النائب العام، بالتأكيد ده مطلب من مطالب الثورة المصرية، بس ده كان يقدر يتعمل بقانون، مش شرط يتعمل في إعلان دستوري. وكذلك إعادة المحاكمات كانت ممكن إنها تتعمل بقانون ومش شرط إنها تتعمل بإعلان دستوري. طول الوقت القرارات الاستبدادية عشان نقبلها بيدونا ليها مسكنات تحت دعوة إن الضرورة بتبيح ذلك، إن إحنا في ظرف الاستثنائي، طب خلونا نقبل بدوت عشان دوت أمر مؤقت. أنا بحاول أفكر الناس بالإعلان الدستوري اللي المجلس العسكري نزله وتم الاستفتاء عليه في مارس 2011، كان بيتقال إيه؟ عايزين البلد تستقر وهو يبقى مؤقت وخلاص. الأزمة اللي إحنا عايشينها دلوقتي بسبب الإعلان الدستوري اللي كان أصدره المجلس العسكري، وكتير من القرارات الاستبدادية بتتقدم لينا على إنها مؤقتة، لكن في الحقيقة هي بتأسس لنظام مستبد ونظام ديمقراطي من الصعوبة انك تتراجع عنها. فعشان كده هو خطر كبير على الدولة، وانا بأكد ان القضاء ضمانة. وكل الكلام اللي بيتقال اصل ده عشان حقوق المتظاهرين، في خلط بالاوراق. المحاكم اللي حكمت في قضايا المتظاهرين هي المحاكم العادية. المضمون الاعلان الدستوري بيضرب مجلس الدولة وبيضرب المحكمة الدستورية العليا اللي ما كانش ليهم علاقة بقضايا المتظاهرين. حقوق الشهداء لا يجوز تجزئتها ولا يجوز التلاعب بيها من أجل وضع نصوص تمكنك من فرض الأجندة السياسية اللي انت عايزها. كل مضمون هذا الإعلان الدستوري من وجهة نظري هو تحصين الجمعية التأسيسية وفرض مشروع الدستور على الشعب المصري اللي بتحاول جماعة الإخوان المسلمين انها تمرره، خاصة بعد كمية الانسحابات اللي بقت موجودة فيه، لأن هذه الجمعية كانت في خطر، خطر من ناحية القانون والمحكمة كانت هتقضي ببطلانها، وخطر من الناحية السياسية ان كل القوى انسحبت منها، وبالتالي جه هذا الإعلان لتحصين هذه الجمعية.